سيد ميري أحمد من مواليد 63 سني 54 سنة ساكن ببلدية الأربعاء المهنة تاعي فلاح تاعي كما قلت لكم نخدم به فلاحه بسبب كورونا هذا اللي راه في البلاد منتشر هكذا جبت التراكتور هذا وراني نعاون في بلادي حنا لا جينيراسيون تاع بكري في حقها حتى شتنا بلادنا باش نخدموا بلادنا واليوم رانا معاها في السراء والضراء انسان مولا خير طوع ولبى بالنداء مع العلم باللي الماتيريال تاعو هذا راه شاري بدراهمو ماهوش مدعم من طرف الدولة تراكتور والآلة الرش واش نجمو نقول عليها انسان مولا خير عمرو لا عيطنا له وما قامش وما جاش لينا احنا نوجهو نداء كفلاحين والفلاحين تاعنا كامل باش يجوا يساهموا معنا في عملية تطهير هذه تاع البلدية تاعنا وإن شاء الله يجوا قاع إن شاء الله يعاونونا ويكونوا قاعدين وحدنا.